السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. استمرار تعطل الرحلات الجوية إلى الأردن وإلى التفاصيل. تعثرت اليوم الأحد جهود استئناف رحلات مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان. أفادت مصادر في وزارة النقل بأن التحالف بقيادة السعودية والحكومة الموالية له يماطلون في استئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة عمان، مؤكدة أن استمرار عالقرة الرحلات إلى الأردن يضاعف معاناة المواطنين خاصة المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى السفر للعلاج. واعتبرت الإصرار على الإبقاء على الحصار يؤكد عدم الجدية في السلام. شكل السعودية ما تمشي إلا إذا قد وقعت نثرة فيها إن شاء الله. والسعودية شكلها حق صميل، السعودية شكلها حق صميل، ما تمشي إلا بالصميل. رويها صميلك وانت عاد مشي، إلا لما تقع لها ضربة تضعفر الروس والأمشاش، ومن بعدها عيستجيبوا عيفعلوا كل ما نشتي، لكن ما نسوي قد احنا بعد القيادة حقنا وقد يخبر. اشكركم على حسن متابعتي والاصغاء، ولا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.